ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1. معنا النهارده أسطورة من أساطير النادي الأهلي ونجم ليه تاريخ كبير جدا في الملعب، هو كابتن الفريق بكل من الكلمة من معنى. عنده حب وإخلاص لزمايله وللنادي ملهوش حدود. لو حاولنا نتكلم عنه هنكون محتاجين حلقات وحلقات علشان نديله حقه. قدم أداء خرافي مع الأهلي في البطولة العربية وقدر يفوز على المصنف السابع على العالم ويمنح النسر الأهلاوي اللقب. كمان هو أول لاعب مصري يصعد لدور الـ 32 في تنس الطاولة، وكل ده في أولمبياد لندن 2012. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع لحضراتكم تاني. زي ما شفنا مشرفنا في الاستوديو الكابتن السيد لاشين، اسطوره الاهلي ومنتخب مصر في تنس الطاوله. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، مشرفنا جدا النهارده في الاستوديو. ربنا يخليك ومتشكر على الكلام. الله يخليك. عايزين نتكلم مع حضرتك على تجديد عقدك مع الاهلي موسمين ونبارك لك. ونبارك لك. وليه موسمين؟ ليه موسمين بس؟ ليه موسمين؟ يمكن عشان انا عجوز شويه. لا العفو. انا حاليا ان شاء الله شهر فبراير الجاي يبقى 43. ما شاء الله. والحمد لله، يعني دي من الحاجات اللي انا مبسوط بيها جدا طبعا، ان انا يعني مكمل لحد دلوقتي، وتقريبا انا اكبر لاعب في النادي الاهلي كله في كل الالعاب. ما شاء الله. فدي من الحاجات اللي انا يعني وسام على صدري وفرحان بيها جدا يعني. بس لسه لحد دلوقتي ما شاء الله 43 سنه، بس لسه لحد دلوقتي بتؤدي وبتاخد بطولات يمكن اكتر من اللعيبه الصغيرين يعني. ما شاء الله نمسك الخشب. انا مبسوط ان انا بلعب اساسا يعني اللعبه. انا يعتبر هاوي تنس طاوله، مش يعني محترف على الورق، انما انا اصلا هوايتي تنس طاوله يعني. بلعب وبروح اتمرن كهاوي، اللي هو لو ورايا حاجه ثانيه هروح العب تنس طاوله برده يعني. ف هي حياتي كده لطيفة يعني. أما بالتجديد، موضوع التجديد ده يعني مفهوش حاجة خالص الواحد يتكلم فيها يعني. وأنا بجدد، يمكن ده العقد الخامس أو السادس ليا في النادي، كلهم زي بعض. ما فيش حاجة المرة دي كانت مختلفة. لا هما بس هما بيقولوا لي تعالى امضي عشان الورق وخلاص. هو القصة كلها ورقيات مش أكتر يعني. بس انما من غير ورقيات ممكن العب في النادي 100 سنه من غير قلبا وقالبا يعني. بس تنس طاوله اوريدي ما لهاش سن يا كابتن يعني، ما في مش زي الكوره بنعتزل وكده. لا يعني هي ما يعني هي كتنس طاوله اللعبه نفسها فيها يعني، طول ما الواحد قادر يدي بالزبط. اوكي تمام، ده راي جهاز ان انا يجدد لي سنتين، واداره النشاط الرياضي شايفه ان اجدد سنتين، مجلس اداره نفس الكلام، خلاص اوكي. قالوا سنتين، قالوا 10، قالوا يوم، قالوا خلاص ريح، ذا كله زي الفل. لا لا، بعد سنتين هتجدد سنتين. افتكرني 45. يمكن احنا معانا هو صوره من تجديد تعاقد مع النادي الاهلي. كابتن شكلك فرحان بجد. مع كابتن خالد والله. هم عشان بس البصمه دي، عشان طبعا بنجيله تحيه كابتن خالد العوض يعني. كابتن خالد اخويا وحبيبي، فتبقى التجديد يعني ما خدش يمكن دقيقتين بس، حتى كان عشان صوره. ويمكن ده يا كابتن اللي عايز اسال حضرتك عليه، دور كابتن خالد العوضي في النشاط الرياضي الجديد، دوره كمان في النادي الاهلي التنس. كلمني عن دور كابتن خالد العوضي. هو كابتن خالد يعني من الشخصيات الجميله في التعامل معاها. انا يعني بشكل شخصي انا اعرفه من سنين، اما كان لعيب، فعلاقتنا ممتده الحمد لله رب العالمين. ويعني هو من الناس المريحه في التعامل، هو بيأدي دوره على اكمل وجه، زي ما كابتن رؤوف عبد الرب وربنا يديله الصحه برضه أدى دوره على اكمل وجه، واللي قبله واللي قبله. انا بس انا اول مدير نشاط حضرته كان الحاج سمير. الحاج سمير عبد الرب ربنا يرحمه يا رب. فالحمد لله يعني الاهلي في الحكايه دي، ان ما فيش حد بيقول ان هو رجل المشهد الوحيد. فسواء كابتن خالد او كابتن رؤوف او اللي قبلهم، كلهم الحمد لله رب العالمين بيبنوا في الكيان الكبير. فدي من الحاجات اللطيفه يعني. حتى انا ببقى مبسوط قوي لما بشوف كابتن خالد بيتكلم على كابتن رؤوف، او كابتن رؤوف بيتكلم على اللي قبله. دي حاجه ما بتلاقيهاش في اي حته. دور الاداره فعلا بيبقى مهم جدا في دعم اللعيبه. حضرتك فكرت أكيد للحظه ان انت ما تجددش مع الاهلي؟ هل جه عليك الوقت ده؟ والله انا لو فكرت مش هلاقي حته. ليه بس كده؟ لا يا كابتن، يا كابتن بلاش التواضع. انا ضد التواضع زياده عن اللزوم ده. الناس يعني عندنا عارفه الحمد لله ان ولاء قد ايه للنادي الاهلي، واللي هيبقى عايزنا هيبقى عايزنا عشان ننافس النادي الاهلي، وده مش هيحصل.
وده مش هيحصل. ان انا يعني في لعيبه مثلا بيجي لها عقود وناس بيجي لها ما بتوصلش للعقود، بتوصل مثلا مكالمات، في ناس بتقعد مع الانديه تتفاوض. انا بفضل الله الحمد لله يعني ما بيجيليش حاجه من الكلام ده خالص. يعني انا الناس اساسا ما عندهاش الفكره او مع ان احنا هنجيب سيد اللي هو انا مش هطلب منه لا مو يعني الاجابه هتبقى ان انا بضحك بس يعني مش وعارفين بس هي كده فهم بياخدوها من قصرها ربنا يبارك لهم وعارفين القصه. يعني انا بالفرقه معايا يعني ابن من ابناء النادي الاهلي حرفيا يعني. انا فعلا انا بحب النادي ومرتاح في النادي والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني في السنين اللي فاتت زي ما بيقال يعني انا عملت نتائج للنادي وتاريخ في النادي ما شاء الله. فحته ان انا اسيب النادي يعني طب هسيبه ليه؟ عشان الفلوس مش هدف، يعني الفلوس نفسها مش هدف، لان في حاجتين في الدنيا ودي العقيده اللي انا ماشي بيها، لا الفلوس لا الرزق كله ولا الموت كله في وقته، يعني حد يقدر يأثر فيهم في حاجه. فانا بجتهد، انا مبسوط هنا في النادي، بجتهد في النادي اللي ربنا كاتبه لي هاخده تمام، واللي ربنا مش كاتبه لي والله لو مين مش هيوصل لي يعني تمام. فاول موت ميعاده جاي لا مفر منه، فهبقى قلقان ليه؟ انا هنا مبسوط في النادي الاهلي مع اهلي وحبايبي، وانا هم فعلا اهلي يعني. يعني من مميزات النادي الاهلي ان اسمه اهلي. ايوه. فانا والله فعلا انا بتعامل مع النادي كله من البوابه، من ساعه ما اخش من البوابه لحد ما اخرج من البوابه، ان دول اهلي. حتى اولادي كده كمان في النادي دلوقتي. ما شاء الله. يعني برضو عارفين بنت عندها 4 سنين وابن عنده 8 سنين، الناس كلها بتتعامل معاهم ان هم اولادهم مش كانهم رايحين من البيت لبيت، كانوا رايحين بيت جدتهم، فبيبقى بالظبط والله بالظبط فعلا. ايوه صح. حتى عندي خديجة يعني ربنا يكرمها ويديها الصحة ويبارك لها 4 سنين ونص مغلبانة في مدينة نصر. بتلعب حاجة؟ ابتدت تلعب أي رياضة؟ ابتدت تلعب بينج بونج هي وحسين وولاد أخويا كمان بيلعبوا، ما أنا أخويا برضو عضو في النادي وكان بطل أفريقيا وكده وبيلعب برضو، كان لعب شوية في النادي ويعني الحمد لله رب العالمين. هو بيتنا يعني، إحنا تقريبا يعني أنا بقعد في البيت أقل من يعني ببقى قاعد صاحي في البيت يمكن ساعة ساعتين ببقى قاعد صاحي يعني اللي حواليا، الباقي كله ببقى نايم. بره البيت ممكن ببقى قاعد في النادي أكتر كتير أو من اللي بقعده في البيت، فده أكيد ده هو ده البيت يعني. بالظبط. أغلى وأصعب بطولة في مسيرتك كانت إيه؟ هي في يعني اللي كانت في المغرب من قبل كورونا، السنة اللي قبل الكورونا كانت بطولة في المغرب، وساعتها يعني الدنيا كانت ماشية ترتيب طبيعي خالص لحد ما وصلنا الفاينل، وحصل دروب مع البيالي معنا في الفرقة، واتحطيت في موقف زي ما بيقولوا كده لا أحصد عليه يعني. فهلعب رقم 7 على العالم وماتش المفروض ان هو محسوم لنادي قطر القطري، وحتى هم ساعتها كانوا عملوا الشيك بتاع البطوله والترتيب بتاع السيرموني بتاع تسليم الجوائز اتكتب كله، النادي قطر القطري اول ونادي الاهلي تاني، وخلاص يعني نازل العب ماتش المفروض ان هو بالنسبه لهم هتحصيل حاصل يعني اللي هو هيتكسب بسهوله يعني. بس والله اراده ربنا بقى فوق الجميع، ربنا كرمني وكسبت الماتش في يعني يمكن ده احسن ماتش انا كنتيجه في حياتي كلها الماتش ده، وكان من اصعب المواقف اللي انا وقفتها يعني. فربنا اراد، وكان يعني انا يمكن كان هنا حتى الناس هنا في مصر كان بيقولوا ان احنا شفنا الماتش خلص بتاع البيالي وقفلنا، كان الماتش متذاع على الفيسبوك الصفحه بتاعت الاتحاد العربي، فقفلنا الماتش. خلصت الماتش كسبنا الماتش، بعديها محمد شومان نزل الماتش الخامس، هو ده اللي يعني بقت 2-2، فطبيعي ان هو كان هيلعب 2-2 بس كان البيلي يكسب وانا اخسر ومحمد يلعب الماتش الخامس، ده كان الطبيعي محمد شومان. فالحمد لله شومان كسب الماتش وبتاعه، ده كان يعني حاجه غريبه بالنسبه يعني بالنسبه للترتيب اللي حصل، هو كان الترتيب عادي خالص ان احنا نكسب 3-2 برضه نفس النتيجه، بس مش البيلي يخسر وانا اكسب، هو البيلي يكسب وانا اخسر، ده كان الطبيعي، ده كان المنطقي لكل الناس كلها مستنيه. حضرتك بتفكر كده ولا انت ما كنتش بتفكر كده؟ لا
الطبيعي ان احنا بنفكر كده لان ظروف البطوله العربيه او الانديه العربيه مميته بالنسبه لنا. يعني احنا بنخلص البطوله تمام، عارف اللي مثلا ايه هربان من حكم بالاعدام يعني. بتلعب، احنا بنلعب باسم نادي كبير طبعا، ما يعني ما فيش اسم زيه، دي حاجه. مسؤوليه مال يعني صعبه جدا. نيجي نلعب بقى الانديه الخليجيه بالذات بيبقوا جايبين محترفين يعني على اعلى مستوى، فيرست كلاس زي ما بيقولوا كده، ودول الطبيعي احنا الماتش اللي يجيب 3 من 5. أوكي. فالمحترف بيلعب ماتشين فبيجيب الاثنين، فانت بتلعبوا بطوله كامله، او بالذات اللي هي الادوار النهائيه فيها بتلعبوا البطوله كامله على ان ما حدش مننا يخسر ماتش من الماتش من اللاعب العربي. ايوه. فبتبقى صعبه لان وارد جدا ان تصادف ان حد تعبان النهارده، حد مش قادر يلعب، حد مش موفق خالص، في بيلعب لعيب كويس ويقدر يكسب، فانت بتلعب الماتش كله او البطوله كلها مستنيه الخساره دي. لو حصلت هيبقى الموضوع صعب. فساعتها حصلت القصه دي بعد الماتش، لقيت يعني حبايبنا الاهلاويه المشجعين وبتاع، يا كابتن خش على تويتر، ده انت بقيت ترند فجأة. انا تويتر يا جماعه ما اعرفش تويتر اصلا، وما عنديش اكونت. كنت ساعتها قالوا لي بقى ان سيد لاشين اهلاوي تقريبا، او كان هاشتاج حاجه ليها علاقه بالعالميه. ايوه الهاشتاج، ما كنتش اعرف يعني هاشتاج اصلا. كان هاشتاج تمام. ف يعني دي يمكن ده كان اصعب ماتش انا او موقف اتحطيت فيه. اصعب واحلى طبعا. انا بحس الحاجات دي يعني بتسيب كده جوه الواحد حاجه طبعا معينه يفضل فاكرها طول عمره. ما هي هو تاريخ اللاعب الرياضي كله مواقف، بس في مواقف بتكبر ومواقف بتعدي، وفي مواقف تبقى سيئه بيحاول دايما ينساها، وفي مواقف تبقى حلوه، وحتى لو ممكن يعني موقف يبقى عادي خالص بس وقته يخليه حلو قوي. بالظبط التوقيت. فهو انا ده مثلا الموقف ده، ان انا كسبت لعيب اجمد مني او احسن مني في الورد رانكينج، وطبيعي ان هو يعني فاهمه غير المتوقع اللي حصل، كان غير المتوقع. انا كسبت ناس جامده قبل كده بفضل الله يعني. بس ده عشان مع النادي الاهلي وفي الظروف دي. بالظبط تمام. خلى الموضوع حاجه تانية خالص. بالظبط كده. عايزين نتكلم مع حضرتك عن قطاع الناشئين لتنس الطاوله في الاهلي، خاصه ان دلوقتي بقى في مواهب كتيره قوي. احنا يعني الصاله عندنا الحمد لله رب العالمين بتعمل ناشئين يعني. احنا بقول لك احنا مش مميزين في يعني في البدايات كمصر عموما، او مميزين في البدايات، بس لما بنكبر الايفنت بيكبر الدنيا بتبقى صعب شويه. يعيب او ده مش يعيب قوي يعني، بس هو صعب على النادي الاهلي غير الانديه الثانيه. ده موضوع الناشئين في النادي الاهلي صعب غير الانديه الثانيه. الانديه الثانيه مجرد بس ان هم يلاقوا لعيب في بارقه امل ان هو يبقى كويس ولعيب بروميسنج والكلام ده، بتلاقي نادي كامل بيتسخر ورا اللعيب ده. طب ليه صعب عندنا؟ عشان احنا مش لاعب واحد. احنا بيبقى في العائلة يعني. النادي الاهلي النادي كله عشان يتسخر ورا لعيب هو بيبقى عايز منه الايفنت اللي بيلعبه او حاجه كده. اوكي. النادي الاهلي عايز كل الايفنتات. مش عايز يخسر نقطه، مش ايفنت. تمام. فانت عشان تجيبي بقى كل ايفنت عندك لعيبه كتير واهتمام من النادي كتير. طبعا هو النادي مهتم، بس هي العقليه بتاعت ان انا مش عايز اخسر حاجه تمام بتخليك مهتم بكله. تمام. فده صعب. فدي هي صعوبتها في النادي هنا كده، ان انت بتبقى عايز، ما فيش نادي في الدنيا بيبقى عايز يكسب من ايفنت. احنا عندنا الايفنتات 11 13 15 17 19 والعمومي رجال وسيدات. ده كله يعني. أوكي. عندي 5 هنا ناشئين و5 هنا ناشئات. تمام. والرجال والسيدات 12 ايفنت، ال 12 ايفنت انت مطلوب تكسبهم. تمام. يعني اليوم ما بنخسر ايفنت، وده في رياضه، ده في لعبه واحده. ده في لعبه تنس طاوله. خد بالك احنا بنتكلم عن ده في تنس طاوله. والكلام ده بيحصل في كل الالعاب يعني، مش في تنس طاوله بس، ان انت النادي الاهلي مطالب ان هو يكسب كله. تمام. والعيل الصغير اللي هو الناشئ اللي لسه بيسمي الله مش قابل ان هو ان انا اطلع تاني او اطلع تالت، لا انا عايز ابقى اول. هنا جوده. تمام. يعني من اكبر هنا انا مثلا، ما انا كده انا لو حد بيلعبها في التمرين انت مش عايز تخسر في التمرين، انا اخسر ليه؟ ما
هي اتربت على كده. وهي صغيره كمان كانت بتلعب تحسيها واحده كبيره، ما تحسش ان هي هي عندها عقليه الفايتر من وهي لسه، من هي لسه بتسمي الله فعلا. تمام، مش عايزه تقع، انا مش عايزه اخسر. طب هو ده صح في الرياضه يا كابتن؟ يعني هو ده صح في الرياضه ان انا ما اقبلش الخساره، ابقى فايتر حلو وكل حاجه بس ما اقبلش الخساره، وحتى النادي نفسه ما يقبلش؟ المفروض لا، النادي ما يقبلش الخساره، ده حاجه طبيعيه. اوكي، ما فيش نادي بيبقى عايز ان هو يخسر ايفنت ده ايا كانت الاسباب. تمام، بس الفرق بقى الخساره يعني بتعلم. ان انا لما اخسر اتعلم بالزبط. ولازم التقبل الخساره، مش ان انا ابقى سلبي وبخسر وخلاص والف مبروك وشكرا سلام عليكم. لا اكيد، لازم احلل ان انا خسرت ليه، ولازم انا اعرف ايه العيوب اللي عندي واشتغل عليها. لو عملت كده، لو اشتغلت عليها، الخساره هتبقى مكسب. انما يبقى عندي روح رياضيه مع المنافس، ده اساس. تمام، بس مع تقبلي ان انا ابقى انسان سوي والف مبروك انت على مكسبك النهارده، بس لازم يبقى في شغل على على الحته اللي انا كانت سبب ان انا خسرت فيها. ما هو ده، ما هو لو ما حصلش دروب مش هشتغل، مش هعرف مشاكلي، مش هشتغل عليه. ده اللي بيحصل في النادي. تمام، ويمكن هنا جوده، ومش هنا جوده بس، احنا عندنا ابطال كتير، بس يمكن هنا جوده عشان هي دلوقتي الايقونه بتاعت تنس الطاوله عشان سنها. يعني مثلا دينا مشرف، تمام، حقيقه برنسيس تنس الطاوله عندنا في النادي. صح، دينا من الناس اللي بتجتهد جدا 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 على عيوبها. قبل ما المدرب يقول لها لا، انا هي عشان طبعا يعني تنتمي لعائله لها ما لها في تنس الطاوله، حاجه يعني فخر لينا كلنا. صحيح. دكتور علاء وكابتن شيرين، تمام، فهي فاهمه اوريدي وهم بيفهموها كمان، فهي بتبقى عارفه انا خسرت ليه قبل. تمام، يعني وهي بتلعب لو خسرت الماتش هي عارفه خسرت ليه، وبتبتدي تشتغل عليه، او الخصم حتى لو هي كسبت الخصم بيلعبها على ايه فبتشتغل عليه. نفس القصه هنا، هنا يعني دينا ابتدى يبقى حواليها زي التيم وورك بس متاخر شويه. هنا التيم وورك ابتدى من وهي لسه تحت 11. عشان فرق الجينيريشنز كل حاجه، احنا أعتقد الدنيا بتتطور. تمام، فاهل هنا اشتغلوا عليها من بدري قوي. الشغل احنا معانا تكريم وانا وانتوا بتتكلموا، ده كان في عائله الاهلي برضو. تكريم في عائلة الاهلي، ده اللي هو الحاجه الجميله اللي عملوها، ان الثلاث فروع بيلعبوا بعض، اهل مدينه نصر واهل الجزيره واهل الشيخ زايد. اوكي، فكان اوكي عشان الرواد عندنا صحه ما شاء الله. ما شاء الله. ف يعني كانت حاجه جميله ان هم عملوا لنا، عملوا البطوله وكانت عندنا في مدينه نصر، في اهل مدينه نصر يعني. ففي الصاله، فحضرنا التتويج، وكانت انا تقريبا مسافره بالليل. وحضرت التتويج وسافرت على تقريبا تونس، اللي هي البطوله اللي عملت فيها اول زوج مختلط دي ما شاء الله، يعني اول عالم زوج مختلط يعني. اوكي، حلو قوي. ف دي من الحاجات الجميله اللي عندنا في النادي، ان يعني انت نادي بثلاث ارواح، وان شاء الله الروح الرابعه المفروض قريب ان شاء الله بتاعت التجمع الخامس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن احنا لسه مكملين كلامنا، بس هنطلع فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم، منورنا الكابتن سيد لاشين نجم الاهلي ومنتخب مصر في تنس الطاوله. عايز اعرف منك يا كابتن دورك في منتخب مصر. يعني انا من ساعه ما سبت المنتخب تقريبا السنه دي الرابعه او الخامسه، دايما داعم للي معايا، اللي هم الفرقه اللي معايا، فرقه النادي يعني، لان هم كلهم موجودين في المنتخب. المنتخب تقريبا خمس او ست لعيبه في بعض البطولات، بس الخمسه على الاقل بيبقوا من النادي الاهلي. فانا الحمد لله رب العالمين بحكم خبراتي اللي قضيتها في المنتخب، فعارف الدنيا هناك بتبقى ماشيه ازاي، سواء تمرين او بطولات او ماتشات. الحمد لله الخمسه اللي بيطلعوا اخواتي، يعني يمكن اكبر واحد فيهم اللي هو محمد البيالي جه النادي الاهلي على ايدي. يعني انا اللي قعدت معاه كان هو بيلعب في المنصوره، وانا اللي جبته النادي الاهلي. كان دكتور علاء ساعتها فوضني ان انا اقعد معاه، فقعدت معاه وخلصنا الموضوع، جه قعد معايا في الشقه سنين، فانا عارفه، غير بقى الباقيين محمد شومان وشادي وخالد عصر، فدول بالنسبه لي اخواتي الصغيرين. مش ده حاليا، انا عايزه برضو في مشوارك ايه البطولات اللي اخذتها؟ الحمد لله. بس قبل ما نتكلم عن المنتخب، احنا معانا مداخله مهمه جدا. كابتن اشرف عبد الفتاح مدير جهاز التنس في النادي الاهلي، مرحب بحضرتك يا كابتن.
اهلا بيك، اهلا بيك. كابتن، احنا نخش بقى في الموضوع على طول. عايزك تكلمني عن كابتن سيد، يعني يمكن هو لسه قايل لي معلومه انه حضرتك اللي جبته النادي الاهلي. طبعا بالتنسيق مع الدكتور علاء مشرف، ساعتها رحنا جبناه من اسكندريه. طب كلمني عن ده، عن ايه اللي شفته في كابتن سيد كده وهو لسه صغير، وانت ما زلت صغير يعني يا كابتن، علشان تخليه يبقى موجود في النادي الاهلي. هو سيد كان لعيب مميز طول عمره، من هو في نادي سبورتنج، وبعدين احنا كان عندنا بعض اللعيبه اللي مش ماشيين على قواعد وتعليمات النادي ده، فحبينا ان احنا يعني نظبط الفرقه مظبوط. فجبنا سيد لاشين، وبعدين سنة جبنا علي لاشين واحمد نديم، والحمد لله الفرقه من يوميها وهي ماشيه مظبوط 100%. حلو جدا، حلو جدا. طيب حضرتك تحب تقول له ايه النهارده؟ هو موجود في قناه الاهلي، بيته يعني، هو اقدم مننا طبعا في الاهلي، هو ابن من ابناء الاهلي. حضرتك تحب تقول له ايه؟ سيد طبعا انا كلام بتسجل يا كابتن اشرف. احنا على الهوا يا كابتن اشرف. طبعا سيد من افضل اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي، اخلاقيا ورياضيا ولعبا وكل حاجه. ويا ريت يعني النادي يكون فيه 10 زي سيد. النادي عندنا 10 زي لعيبه زي سيد في كل الاعمار، هنبقى من افضل الانديه على مستوى العالم كمان، مش على مستوى مصر. فسيد نوايا ممتازه من اللعيبه، خلقا وادبا والتزاما. وانا عايز اقول لكم ان انا مثلا سيد بديله 3 ايام اجازه، يروح يومين ويوم راجع. ما شاء الله، ما شاء الله. طبعا ما فيش لعيبه بالشكل ده دلوقتي. الالتزام يا كابتن. طب انا عايز اجازه يا كابتن اشرف. كابتن اشرف، احنا بنرحب بحضرتك، وكنت عايز اسالك الفتره دي الفريق الاهلي بتحضره لايه؟ احنا ان شاء الله عندنا يوم 25 الشهر ده عندنا الانديه العربيه، واحنا حاملين اللقب، فان شاء الله نتمنى ان احنا نحافظ على اللقب الموسم الرابع على التوالي، ولاد وبنات، وان شاء الله نكسب ونطلع الاول في اولاد البنات باذن الله. باذن الله. كابتن اشرف عبد الفتاح، بنشكر حضرتك. كابتن اشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز الناشئين بالنادي الاهلي، ان شاء الله كل التوفيق. جهاز التنس كله. التنس كله. اهلا بحضرتك. تمرينه سعيد. مش جاي، انا مسافر النهارده. كنت بنشكر حضرتك. كابتن سيد، نرجع للمنتخب. كنا بنتكلم لسه عن المنتخب، كلمنا عن المنتخب. يمكن كان السؤال اللي قبل كابتن اشرف ما يتكلم، يعني كان النتائج وكده. يمكن احسن حاجه كان الحاجات اللي احنا المفروض ان احنا بننافس بعض عليها، مثلا بطوله عرب او بطوله افريقيا او كده. الحمد لله ربنا كرمني وكسبتهم. يمكن عندي المميز شويه موضوع الفرانكفون ده، تقريبا انا اللاعب الوحيد اللي خد او كسبت البطوله دي، وكسبتها مرتين. الكريمه او الكريزه اللي على التورته كانت ثالث عالم في كاس القارات. دي كانت من احسن النتائج اللي حصلت، يمكن تقريبا هي اللي احسنهم على يعني على صعيد لعب مع المنتخب. دي كانت احسن بطوله انا، يمكن الحمد لله كانت نتائجي فيها كانت كويسه قوي. وطبعا كان اسطورتنا بقى اللي هي دلوقتي شايل منتخب مصر كابتن عمر عصر، هو حاليا كان ساعتها معانا، كنت انا وعمر وكابتن احمد صالح نادي الزمالك والبيلي وخالد عصام. ففي البطوله دي احنا اتوفقنا وكسبنا المانيا، كسبنا سنغافوره، والماتشين اصلا كانوا صعبين 3-2 و3-2، والماتش يعني بشق الانفس. والحمد لله وصلنا للسيمي فاينل وخسرنا ساعتها من الصين. بالنسبه لنا طبعا انجاز كبير، بس حاليا مفيش في الوضع اللي احنا فيه. لا، تنس الطاوله اتطورت كتير، عندنا عمر عصر ما شاء الله تبارك الله، النتائج اللي هو عاملها في الاولمبيكس الاخرانيه غير اللي شويه اللي قبله وشويه اللي بعد،
وعندنا طبعا دينا وعندنا هنا، فيعني احنا الحمد لله ماشيين على خطة ثابتة تمام. بس بأكد انه اجتهاد شخصي يعني فظيع من اللعيبة دي. بالظبط. هنخش على فقرة الأسئلة الصعبة. هنسألك أسئلة خلاص صعبة. سهلة، لا لا خلاص لا، سهلة. هي كده بس هترد بسرعة جدا، وليك إجابات سريعة. إجابات سريعة، وليك في نهاية الفقرة الفار لو احتجت إن أنت يعني إيه تدافع عن نفسك فيه. أدافع عن نفسي. نبتدي أول سؤال معانا، مين أشرس المنافسين اللي ممكن تقابلهم في اللعبة محليا ودوليا؟ حاليا ولا زمان؟ اللي ممكن تلعبهم؟ لا ألعبهم؟ هنا في مصر هيبقى احنا عايزين محليا ودوليا. في هنا الزمالك، بره يعني بره مصر حاليا الانديه العربيه والانديه الافريقيه بتبقى حسب اللعيبه العرب جايبين معاهم مين. يعني في مصر الزمالك؟ في مصر الزمالك. دوليا؟ لا انا ما بلعبش دولي خلاص، انا بلعب الانديه العربيه والافريقيه مع النادي. حلو. مين ابرز اللاعبين حاليا في تنس الطاوله؟ طاولة في مصر قولا واحدا عمر ودينا وهنا. حلو. اوكي، مثلك الاعلى في تنس الطاوله؟ اشرف صبحي. حلو. السرعه دي حلوه. اشرف صبحي دكتور اشرف؟ لا مش دكتور. مش دكتور معالي وزير برضه كان بيلعب. لا كاراتيه دكتور. لا هو اساسا كان دكتور اشرف صبحي كان كاراتيه. كان كاراتيه بس اشرف صبحي ده زميل، هو يعني قعدنا شويه زملاء في الملعب ولعبنا مع بعض في النادي، وبعدين هو بقى حاليا مدربي. حلو قوي. لعيب خفت منه وانت نازل ماتش؟ ما فيش. في اولمبياد طوكيو 2020 قلت مستحيل ناخد ميداليه، السبب كان ايه؟ اسمها ايه؟ يعني التحضير. اوكي. اعتزلت التحضير دوليا بسبب ايه؟ بسبب إجابة ايه؟ سريعة. بسبب بعض مشاكل انا حسيت. بصراحه تمام، انا حسيت ان الوقت المناسب بالنسبه لي عشان ما اكونش طرف في المشاكل اللي هتحصل. تمام، شكرا. اوكي، ده اللي حصل. سيد لاشين كسر قاعده لاعبي شرق اسيا افضل من المصريين. مش هتقولي لي يعني مش انا يعني مش سيد، في ناس تانية عملوا انجازات وممكن انجازات احسن مني، بس هو يمكن الماتش اللي هو بتاع يان ان، هو اسمه لاعب يان ان ده، فرق شوية كتير. أوكي. مع أم ضد التجنيس في تنس الطاولة؟ ضد. 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 العشرة بالنسبة للكابتن سيد إيه؟ العشرة. العشرة؟ يعني لا بتاعت الكرة؟ حاجة جميلة طبعًا. طيب. إحنا الأسبوع ما ينفعش في كلمة. إحنا الأسبوع الكامل. عشان العداد ده مهم عندي، كل أسبوع لازم أشوفه. هنروح دلوقتي للعبة الحريفة، هنعرض قدام حضرتك صور لشخصيات وتعلق لنا عليها سريعا، نشوف هنا على الشاشة. أول صورة كابتن محمود الخطيب بيبو. مثل أعلى. بس علق براحتك يا كابتن، مش سريع يعني. اللي فاتت كان سريع. تمام، دي براحتنا. يعني هو بالنسبة لي مثل أعلى في الأخلاق وفي الإدارة وفي حاجات كتير قوي الواحد بيتعلمها. والميزه ان هو الحمد لله رب العالمين زي ما بيقولوا كده مركز في النادي، يعني بيشتغل للنادي مش بيشتغل عشان النادي الاهلي. يعني عشان بس تتفهم صح، في ناس بتشتغل ضد في النادي الاهلي، ضد النادي الاهلي. اوكي. هو بيشتغل للنادي الاهلي، فكل ما بيعمل انجاز او بيعمل حاجه تمام، الناس الثانيه بتهاجمه اكتر. هو طب ما تحاولوا تشتغلوا زي ما هو بيشتغل للنادي بتاعكم، حاولوا تعملوا حاجه بالمنظر ده. اغلب الناس كده يعني زي ما بيقولوا مش مركزين في ورقتهم، مركزين في الورقه الثانيه. والله لو ركزت في ورقتك هتعرف تعمل حاجه. مظبوط. بس ركزوا في ورقتكم. نشوف الصوره معانا الثانيه. بارك له الصحه والعافيه يا رب. يا رب. الصوره الثانيه معانا معتز عاشور رئيس اتحاد. رئيس اتحاد تنس طاولة عندنا. تعليقك بقى، يعني توجه له كلمة، تقول له حاجة. ربنا يكرمك. متضايق من حاجة يا كابتن؟ حقيقي. انا متضايق. طب ما نقول فرصة نصلح
فرصه يصلحها يعني. يعني شوف يا كابتن هقول لحضرتك على حاجه، انا بشوف انه ذكر السلبيات هو مش انتقاد، هو محاوله لتصحيح ايا كان المسار اللي احنا بنتكلم فيه. اللي بيسمع دي حاجه حلوه. اه يعني لو فيك عيب وانا بقوله لك وبتسمعي وبتتجاوبي معايا دي حاجه حلوه، انما لو ما بتسمعهوش تمام وبتنتقديني عشان بس بقول حاجه انا شايفها وجهه نظري ابقى انا غلطان، ده موضوع تاني بقى. تمام. الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها ده كابتن ماجد عاشور، ده مدربي اخو كابتن معتز عاشور. ايوه طبعا. قضيت معاه سنين وايام كانت الحمد لله كان فيها ماتشات كتير وكسبت وعملت نتائج كويسه وهو كان موجود وكان بيساعدني في وقتها وربنا يكرمه ويديله الصحه يا رب. الصوره اللي معانا، عمر عصر اخويا الصغير وبطلنا الكبير، وان شاء الله ربنا يديله. هو من اكتر اللعيبه، يعني انا كان زمان يتقال عليا ان لعيب مجتهد والكلام ده، عمر اكتر مني بكتير فعلا جدا، يعني من الناس يمكن الزياده عنه شويه انا جوده، بس عمر ما شاء الله تبارك الله يعني عزيمه من حديد في التمرين وفي التركيز، وهو اللي اشتغل على نفسه يعني زي ما قلت من شويه، مثلا كان دكتور علاء مشرف وعيله دكتور علاء مشرف كانوا يعني كان هم اللي بيسبورت دينا قوي، وكانوا برضو بيسبورت عمر كتير، وهنا جوده مامتها وباباها اشتغلوا عليها قوي، عمر كان لوحده مع ان ابوه الله يرحمه كان مدرب وبتاع، بس هو كان عمر دماغه هو عارف وعايز ايه سولو يعني مركز لوحده عارف هو رايح فين. طيب الصوره الجايه هي لمحمد البيلي حبيبي. بيبو هو اسمه الدلع عندنا، بيبو من اكتر اللعيبه الموهوبه عندنا في مصر والمحترمه بصراحه. محترم جدا جدا وهادي كده ومرتب وحياته مترتبه. هادي زيك انتوا صحاب. ايوه انتوا صحاب قوي يعني. احكي لنا عن علاقتكم ببعض. على فكره انت لو كابتن محمد لو قعدتي معايا نفس نبره صوت. لا جميل هو بيبو ده. بيبو ده رهيب، بس يعني لينا مع بعض سنين. اقول لحضرتك كان قاعد معايا في شقه المغتربين، كنت انا وهو معاه، كان هو قد كده، قعدت سنه كامله ما اسمعش صوته والله ما اعرفش ان هو اصلا بيتكلم وبيهزر وبتاع، لحد ما كان معانا برضو لعيب دلوقتي في امريكا اسمه محمود زغلول. ابن كابتن عز زغلول جاء الشقه قعد معانا، انا كنت بره، جيت الشقه لقيت الشقه مقلوبه ومهرجان، يا بيل انت بتتكلم زينا. بعد سنه. جميل هو محمد ربنا يكرمه. هو في اسبانيا وراجع بكره ولا موقف مع كابتن محمد مثلا حاجه معينه وانتوا قاعدين مع بعض؟ لا هو مش موقف، هو في اي نقاش بدخله انا وهو انا ببقى بقطع شراييني. في موضوع منتهي، هو حياته مترتبه بالترتيبه اللي جوه دماغه، محدش اي حد هيجي كده هيجي كده هيغفر دماغه. موتوا نفسكم يا جماعه. لا لا رهيب الكابتن بيو ده جميل. الصوره بقى الاخيره معانا هتكون دينا مشرف. دينا مشرف حطت تنس طاولة في حتة ثانية خالص، ويمكن من الناس اللي أثرت في تنس طاولة كويس قوي عندنا، ويمكن هي تأثيرها في تنس طاولة كان عامل تأثير، يعني خلت بقى فيه هنا جودة، إن هنا شافتها إنها تقدر تكسب وبتاع، كانت الخطوة أو دي على الأقل يعني وجهة نظر أنا، يعني انت يبقى في حد يعني موريك الطريق اللي تمشي عليه فرقت، لان احنا قبل هنا جوده كان عندنا ابطال عرب وابطال افريقيا بس، ما فيش حد بينافس في العالميه، ف سوري قبل دينا مش كان كل الابطال الموجودين قبل كده له يعني ما شاء الله كان عندنا تاريخ كبير، بس دايما كانوا عرب وافريقيا، نكسب بطوله العرب ونكسب بطوله افريقيا والدنيا تمام، وحتى بطوله افريقيا مش ما كانش كتير تمام، عشان نيجيريا كان مناسب منافس شرس يعني. فدينا هي اول بنت حطت تنس طاوله بتاعه السيدات شويه قدام شويه حلوين تمام، وبعديها بقى جت هنا وجا الناشئين اللي عندنا، كان عندنا ناشئين كويسين جدا يعني. بالظبط. كابتن شايف اهتمامنا بالالعاب الاخرى بقى عامل ازاي؟ كتير يعني، فرق كتير قوي من 10 سنين لدلوقتي او صح. من 20 سنه لدلوقتي، من 20 سنه ما كانش حد يعرف حد تقريبا في الالعاب، حتى كان ساعتها بيقولوا العاب شهيده، دلوقتي عندنا مثلا في النادي الاهلي اغلب اللعيبه معروفين هما مين تمام، ويعني اللي هم مثلا زي يعني بلاش زي انا مثلا كباتن الفرق الثانيه بقوا معروفين سواء اولاد او سيدات،
السوشيال ميديا عامل رواج جامد قوي حقيقي. لاسمائنا على الاقل، حتى لو الناس مش عارفه الشكل بس عارفين الاسماء كويس قوي. الموضوع بقى يعني بقى احسن كتير عن زمان. برضو زمان احنا كان التلفزيون كان اولى وتانية، والموضوع انا قديم انا من ايام ما كان فعلا اسمها الرياضات الشهيده. كابتن اخر حاجه عايز اسال حضرتك عليها، خططك في اللي جاي بتتمنى ايه في اللي جاي ان شاء الله؟ والله اتمنى الستر من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يكرمنا يعني سواء على الصعيد الشخصي والعائلي باهلي ويعني ومراتي وعمتي وعمي وابويا والعيله دي كلها كده، ربنا واخواتي طبعا ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه، واهلي بقى النادي الاهلي. اي خطوه بخطيها ببقى نفسي فعلا يعني، انا يمكن الفتره الاخرانيه عرفت يعني ايه دموع الفرح، وانا صغير شويه كان قلبي جامد. يعني لما بكسب ببقى كده، ساعات لما الواحد يتحط تحت ضغط كتير قوي غصب عني بقت عيني بتدمع في كام بطوله الاخرانيه، فاتمنى ان انا ادمع بقى بس دمعه فرح مش دمعه حزن. ان شاء الله ان شاء الله في اللي جاي باذن الله ربنا يكرمنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرياضي مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن خلصت فقرتنا وكنت منورنا جدا، وعايزاك قبل ما نختم تقول حاجه لجمهور الاهلي. ربنا يخليكم لينا، وزي ما كان الكابتن بيبو كان كابتن كبير، مش بيبو الصغير يعني، تمام كابتن كبير كان دايما بيقول لك الجمهور رقم واحد. هو فعلا النادي الاهلي جمهور وهو فعلا رقم واحد، وهم اكبر داعم لينا، ويعني هي دي الحاجة اللي احنا نقدر نعملها لكم، ان احنا نحاول نعمل اقصى ما في وسعنا بغض النظر كسبنا او خسرنا، بس طول ما احنا بنحاول نعمل اقصى ما في وسعنا دي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقدمها لكم لعلها تكون يعني سبب سعادة ليكم. اكيد سبب سعادة. ربنا يخليكم لينا ويقوينا ونحاول نساعدكم. بنشكرك يا كابتن جدا، وخلصت فقرتنا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا.